وسط أجواء من الفرح والبهجة وبحضور رسمي وديني وشعبي واسع، احتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد إيذاناً ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة. المزيد عن هذا الاحتفال في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. استعدي يا بيت لحم وليتأهب المزود. تشهد مدينة السلام مهد المسيح بيت لحم أياما ميلادية، حيث عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان رسالة الميلاد في بيت لحم بتنظيم من البلدية في مقر مركز السلام بساحة المهد، بحضور معالي وزيرة السياحة والأثار السيدة رولا معايعة، وعطوفة محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، ومدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج، إذاناً ببدء الاحتفالات الميلادية. يوم تاريخي في مدينة السلام مهد المسيح، حيث أعيدت ذخيرة من المذوة الخاص بالطفل يسوع إلى مهدها بعد استردادها من روما إلى القدس، حيث استقبلت الذخيرة باحتفال رسمي في شوارع بيت لحم محمولة من قبل حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون برفقة رجال الدين وشخصيات اعتبارية وممثلي الكنائس والمجموعات الكشفية وعدد كبير من المشاركين. احتفلوا بإعادة هذه الذخيرة إلى مهدها، وكان جمع كبير باستقبال الأب باتون في ساحة كنيسة المهد، وأودعت الذخيرة في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم. أعيدت ذخيرة المذود في نفس اليوم الذي احتفلت المدينة بإضاءة الشجرة الأضخم في فلسطين بعد مباركتها من البطريرك ميشيل صباح وعدد من الكهنة، متمنياً السلام في أرض السلام، قبل أن يضيئها رئيس الوزراء محمد شتية ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور عدد من المسؤولين ورجال الدين. وكانت ساحة المهدي تعج بالآلاف المؤمنين من مختلف بلدان العالم، حيث شهدت الساحة أجواء من الفرح والسرور رسمت على وجوه الحاضرين باستمتاعهم بمشاهدة الفرق الموسيقية ومسرحية الميلاد في ظل أجواء غمرتها السعادة والحب لمدينة بيت لحم مسقط رأس يسوع المسيح له المجد. إنها رسالة سلام من طفل المغارة، رسالة سلام من مدينة السلام، عنوانها الفرح والسرور والمحبة، رسالة من صاحب الميلاد أن تعبر البشرية من جسر العبودية إلى الحرية والعيش المشترك. يعني إحنا في هذا اليوم نعلن عن بدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، هذا العيد اللي بيجمع العالم كله وبيوجه أنظارها لمدينة بيت لحم. مدينة بيت لحم هي مهد الميلاد، مدينة بيت لحم هي بتستقطب أعين كل العالم لهي المدينة، لمكان ميلاد السيد المسيح. إحنا طبعاً في هذا العام نستقبل أعياد الميلاد المجيدة ولازالت فلسطين تحت الاحتلال. كان شعارنا في هذا العام إنه يعني شعار الميلاد هو فرح، لأنه ميلاد سيدنا المسيح كان رسالة فرح للبشرية. ولكن في نفس الوقت إحنا بنتمنى إنه العام القادم نحتفل في هذا العيد وتكون فرحتنا مكتملة بدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. وطبعاً إحنا بنتمنى إنه كل الحجاج والسواح من كل العالم يجوا لفلسطين وبالأخص من الدول العربية اللي قادرين إنهم يوصلوا في خلال هذه الفترة. بالنسبة لإنارة الشجرة أو تجهيزات الشجرة استغرقت معنا مدة 10 أيام. بالنسبة للإضاءة اللي موجود زي ما أنتوا شايفينها عليها بحدود 40-50 ألف حبة ضوء عليها. طبعا التجهيزات كمان في الساحة أخذت كمان معنا شغل، ونشكر الله على كل إشي وعلى تعبنا وتعب وعلى جهود البلدية معنا كمان، نشكر الله عليهم. العيد السنة دي بنسميها دي المذود، لأنه زي ما شفت الصبح استقبلنا المذود، هدية كبيرة جدا من البابا فرانسيس للشعب الفلسطيني ممثلة في فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن،
وبعتقد لو ما فيش هالعلاقة القوية بين الرئيس أبو مازن والبابا ما كناش حصلنا على هذا الإشي السمين وهذا الإشي العظيم. والبابا بده السلام في فلسطين، أعطانا هذا الجزء من المدود الأصلي اللي عزيز وغالي على قلب كل إنسان كي يتحقق السلام في هذه الأرض. فإحنا بنسمي السنة دي عيد المدود، وما بنقول المدود يعني معناها السلام، لأنه المدود وضع عليه أمير السلام لما تولد. فإن شاء الله أمير السلام يجلب السلام لهذه الأرض ويتحقق السلام في هذه الأراضي المقدسة اللي الكل بيتمناه من سنين طويلة. المدود اللي احنا حصلنا عليه موجود أعطوه طبعا لحراسة الأراضي المقدسة، هيكون موجود دايما في الكنيسة، ولكن احنا يعني أخذناه على أساس يلف كل رعايانا، كل الكنائس، كل الأماكن المقدسة. إن شاء الله هيكون المدود في كل رعايانا اللي موجودة في فلسطين. طبعا يعني ما في شك انه يعني ياتي احتفالنا مجددا في مدينه بيت لحم، احتفال الفرح والسعاده قدما بميلاد السيد المسيح، ونحن على اعتاب هذه المناسبه المهمه التي ادخلت مفصل مهم في التاريخ الانسانيه. هذا من جهه، من جهه اخرى لا ننسى ابدا ان احنا رغم كل هذا وذاك لازلنا تحت الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، لانه شعبنا الفلسطيني كما رأيت اليوم في استقبال ذخائر المذود اللي كان موجود تاريخيا وولد فيه السيد المسيح، استقبلته الناس كلها فرحت فيه، والآن في هذا اليوم تضيء بيت لحم اللي هي مركز الميلاد، شجرة الميلاد بحضور دولة رئيس الوزراء، وقريبا سنحتفل بعيد الميلاد على الطقس الغربي بحضور السيد الرئيس. وبطبيعة الحال هذه رسالة مني ورسالة من بيت لحم إلى العالم كله، أنه رغم كل التحديات ورغم كل المشاكل إلا أن الشعب الفلسطيني هو شعب يريد البقاء، يريد الصمود ويريد الفرح من أجل إنهاء هذا الاحتلال الغاشم. شكرا. نبدأ اليوم المساء زمن المجيء للسيد المسيح، كما يقول الكتاب المقدس المسيح جاء أتى سيأتي وسيأتي إلى المستقبل أيضا، أتى تاريخيا، ونحن في بيت لحم نحتفل بهذا الحدث الكبير ميلاد السيد المسيح، ويأتي باستمرار وسيأتي في آخر العالم، يأتي إن شاء الله كل يوم في حياتنا اليومية، ويحضر لنا أيضا السلام، هذا السلام الذي نتوق إليه باستمرار، العدل والسلام لبلادنا وللعالم كله. كل سنة وانتم سالمين. هذه المناسبة مناسبة فرح في قلوب الشعب الفلسطيني حيثما كان، منذ 2019 سنة يتكرر في هذه المدينة، وهذه المدينة التي شع منها النور إلى العالم. احنا اليوم ننقل رسالة محبة من الرئيس إلى كل رؤساء العالم، من شعبنا الفلسطيني العظيم إلى كل شعوب العالم الذين نريد لهم أن يقفوا مع هذه المدينة. سنبقى عليها لأن السيد المسيح قال أنتم ملح الأرض، وسنبقى أوفياء لكل ذرة تراب في فلسطين. كل عام وشعبنا الفلسطيني بخير، كل عام وأهلنا بخير، وكل عام ونحن نساهم بمحبة وفرح في قلوب المساكين وفي قلوب الفقراء وفي قلوب الذين هم في المخيمات. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.